بعد أقل من 3 ساعات من دلوقتي وتحديدا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك الأمريكية، هتنطلق جلسة مهمة أنظار المصريين والسودانيين، 150 مليون مصري وسوداني بخلاف العالم كله وكل من يهتم بهذه المنطقة، هتكون مسلطة ناحية مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مدينة نيويورك الأمريكية، لأن جلسة مجلس الأمن المتعلقة اللي بتقام وفقا للطلب المصري الخاص بسد النهضة والتعامل مع التعنت الأثيوبي الخاص بسد النهضة ستنطلق في هذا التوقيت. كلنا بصين، كلنا عندنا أمال. سامح شكري وزير الخارجية بقاله أيام، خلال الأيام اللي فاتت بدأ التحرك بكثافة، هو ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق في مدينة نيويورك الأمريكية. سامح شكري التقى بوزيرة الخارجية السودانية تقريبا مرتين، التقى بأنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، التقى ب23 من المندوبين الدائمين داخل الأمم المتحدة، سواء ال15 الأعضاء في مجلس الأمن وغيرهم من مجموعات المختلفة، ترويكا، المجموعة العربية، تحركات مكثفة. وإن شاء الله يعني كلنا منتظرين ماذا سيحدث في هذه الجلسة. عموما معانا تفاصيل أكتر ومحتاجين نفهم أكتر إحنا منتظرين إيه من هذه الجلسة. معانا ومنورنا من مدينة واشنطن، العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس. مساء الخير أستاذ إيهاب. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أستاذ إيهاب، توقعاتك إيه لهذه الجلسة؟ وهل مصر رفع سقف الطموح من هذه الجلسة، مصر والسودان بالتأكيد؟ برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين أينما كانوا. في البداية طبعا التحرك المصري هو تحرك مهم لأنه تحرك دبلوماسي وفقا للقانون الدولي والأطر والتشريعات التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول لحل أي نزاعات تنشأ بين أي من دول العالم ودولة أخرى، بالإضافة إلى أن التحرك المصري أيضا بيأتي في إطار الاتفاقيات المعمول بها في مسألة توزيع حصص المياه المتعلقة بالأنهار، وأيضا فكرة بناء السدود أو استغلال الأنهار في أعمال ربما تعيق مرور المياه إلى الدول المجاورة طالما لها مجرى لهذا النهر عليها. وبالتالي مصر اتبعت كل الطرق الدبلوماسية والقانونية، وبالتالي من الممكن زي ما بنقول كده باللغة العربية الدارجة عدها العيب، مصر عدها العيب دبلوماسيا. السودان طبعا يعني فطنت للموقف المصري متأخرا وبدأت تقف بجانب مصر بعد أن كانت قبل الثورة الأخيرة في السودان تأخذ ربما موقفا محايدا أو بجوار إثيوبيا بسبب طبعا أيديولوجيات كنا نعرفها لدى السودان قبل ذلك. تغيرت هذه الأيديولوجيات الآن وأصبحت السودان حرة في قرارها غير مرتبطة بأي أيديولوجيات، وبالتالي تتبع الآن المصالح الخاصة بشعبها وبالتالي انضمت إلى مصر في هذا الإطار. طيب في المقابل إثيوبيا تخالف كل الاتفاقات والشرائع المتعلقة بالقوانين التي تتحدث عما قلته قبل قليل وتحاول. أستاذ إيهاب بشكل واضح، حضرتك سقف توقعاتك مرتفع من هذه الجلسة؟ لا، من يعني بشكل كبير لا. طيب، يعني لا أعتقد أن مجلس الأمن من الممكن أن يصدر أي قرارات ملزمة في هذا الإطار خالص. طيب هل حضرتك السياسة المصرية أو التحركات المصرية والسودانية لمجلس الأمن، هل تعتقد بما أن التوقعات ما هيش مرتفعة وقطعا هي عند صانع القرار أو محركي الدبلوماسية المصرية في أيضا توقعات شبيهة بحضرتك، هل حضرتك تعتقد أن احنا أضعنا وقتنا بالذهاب لمجلس الأمن ولا ده شيء كان لابد أن احنا نقوم به؟ لا بالعكس تماما، بالعكس الذهاب إلى مجلس الأمن نقطة مهمة وتحرك مصري دبلوماسي على أعلى مستوى يحسب للإدارة المصرية لسبب مهم جدا، إن النهاردة مسألة النيل، نهر النيل، هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري. وبالتالي عندما تقطع أنت كل الوسائل القانونية للحيلولة دون أن يتم
تجويعك أو قتلك أو الجور على حقوقك المائية. بعد ذلك يكون لك كل الحق في أنك أنت تنتقل إلى النقطة الأخرى أو المرحلة الثانية، وهي مرحلة الدفاع عن النفس. فأعتقد التحرك الدبلوماسي الأخير لمجلس الأمن مع المتوافق مع البدء الملء الثاني في أثيوبيا هو الذي الآن يضع العالم كله أمام مسؤولياته، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، كي يتخذ قرار مهم وفعال في وقف إثيوبيا عن هذا الملء دون التزام بتوافق مع مصر والسودان. فإذا لم يلتزم العالم بهذا التوافق وبهذا الوضع، بالتالي من حق مصر بعد كده والسودان أن يذهبا إلى ما هو أبعد من ذلك، أي أبعد من الدبلوماسية. أستاذ إيهاب، الولايات المتحدة يمكن كان في تصريح مهم خلال الساعات اللي فاتت، قالوا إن هم بيتوقعوا أن بعد إعلان أثيوبيا بدء الملء الثاني أن ده هيدخل المنطقة في توترات. أنت إزاي قريت التصريح ده؟ وتعتقد أنت تحدثت أن إحنا رحنا المجلس الأمن عشان بعد كده العالم كله يعلم أن إحنا ممكن نتجه للدفاع عن حقوقنا، ومفهوم إيه هو المقصود بأن إحنا ندافع عن حقوقنا وحياتنا. صحيح. توقعاتك لرد الفعل الأمريكي إذا اتجهنا للسيناريو الأصعب؟ شوف أستاذ أحمد، إدارة بايدن، عشان أوضح بس للمشاهد كيف تتعامل العقلية الديمقراطية التي تحكم الولايات المتحدة حاليا في مقابل العقلية الجمهورية التي كانت تحكمها قبل ذلك، أتحدث عن دونالد ترامب. لو تتذكر، دونالد ترامب منع معونات ومساعدات ترسل لأثيوبيا في إطار ضغطه على أثيوبيا لمنعها من الملء المنفرد دون اتفاق مع مصر والسودان، وكان في تهديدات الى ما هو ابعد من ذلك بقطع معونات عسكريه ومعونات اخرى وفرض عقوبات حتى على اثيوبيا. اداره بايدن هي اداره ديمقراطيه، وانا من واقع متابعتي لعمل الاداره الديمقراطيه، ولست وحيدا في ذلك، يعني ربما يتفق معي كثيرون من الخبراء والمحللين السياسيين، هي دائما ادارات نسميها بالانجليزيه سنيكي، يعني ثعبانيه المواقف، لا توضح موقفها النهائي من قضايا من الممكن أن تستفيد منها بالضغط على الدول. بمعنى أنت النهاردة عندك قضية سد النهضة، وعندك طرف مصري وطرف أثيوبي. أمريكا وبايدن، ربما العلاقات مع مصر تحسنت الفترة الماضية بسبب تدخل مصر القوي لوقف الحرب في غزة إلى آخره، والاتصال المباشر اللي تم بين الرئيس السيسي واتصالين متتاليين في 4 أيام، وأتصور أنه مش بسبب الحرب جعلتهم يوقنوا من هو الطرف القوي ومن هو الطرف الفاعل طبعا، ومن هو الحليف اللي يعتمد عليه في المنطقة. بالضبط. فأنا بتكلم أنه الموقف المصري القوي في وقت هذه الحرب اللي كان لاعبا دورا أساسيا كبيرا في وقفها وإنهائها وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بين الجانبين، ووضح للإدارة الأمريكية مدى أهمية وقدرة مصر. طيب، في المقابل أمريكا وبايدن يعني كما يثار هنا داخل أروقة العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بايدن علاقته بالسيسي وبمصر ليست كعلاقة دونالد ترامب بالسيسي وبمصر. هو لديه توجسات ومخاوف من علاقته بمصر، ولديه من يعني يقول له في أذنيه أو يهمس له كل فترة أن ما حدث في مصر هو انقلاب على الشرعية. ما هو أستاذ، هم في النهاية أيقنوا أن في النهاية مصلحتهم ومن هو من هي الطرف القوي ده، يعني أنت، أنا بتكلم النهاردة في حالة قضية سد النهضة، هي قضية واضحة وحق عادل لا يحتمل معلش أي شيء. أستاذ أحمد، ثانية واحدة، ما توقفنيش في الكلام عشان اوضح الفكره. لا بس، انا مش بوقف حضرتك، انا عايز بس يعني عشان الناس محتاجه رد واضح عشان تطمئن. انا بقول لحضرتك عشان خاطر بس نفهم. لازم ادي الاول ايه السبب ان الاداره الامريكيه ممكن ما توقفش مع مصر. فالنقطه دي مهمه جدا يا استاذ احمد، ان الموقف الاداره الامريكيه من مصر، هي شايفه ان مصر بتخالف حقوق الانسان، وشايفه ان مصر بتدعم ما اعرفش مين فين وبتعمل ايه فين، واخد بالك؟ هم شايفين كده، مش انا اللي شايف. انا فاهم ان حضرتك انا بوضحه للمشاهد عشان يبقى فاهم الامريكا ازاي ممكن تتعامل في ملف سد النهضه في ظل اداره بايدن بشكل مختلف عن تعاملها مع هذا الملف في ظل اداره دونالد ترامب. وبالتالي
موقف مصر اذا ما مصر قامت بعمل عسكري ضد اثيوبيا، انا باكد لك اهو ان امريكا هتستغل هذا العمل العسكري خلاص عشان تحاول تضغط بيه على مصر بشكل او باخر. انا بوضحها لك بمنتهى الصراحه، واخد بقى يعني لا تتوقع ان امريكا هتسكت وتقول والله يا جماعه ارجعوا للسياسه والدبلوماسيه وخلاص، لا بالعكس، اداره بايدن الديمقراطيه اللي ليها محاولات لاعاده ما كانت تطبقه اداره باراك اوباما قبل ذلك داخل منطقه الشرق الاوسط هتستغل موقف زي كده وترجع تاني تلعب على فكره انه لا مصر عملت خطوه غلط وما كانش المفروض تتعامل مع جيرانها بهذه العسكريه. لكن عشان كده انا بقول لك ان موقف مصر الدبلوماسي القوي الصامد والضبط النفس اللي بتمارسه حتى اخر لحظه هو ده اللي هيكون المصوغ والمبرر امام كل دول العالم بما فيها امريكا اذا ما مصر اتجهت لحمايه حقوقها بشكل عسكري، لان ساعتها مش هيكون حمايه حقوق، لا ده هيكون حمايه حق في البشر الحياه. من الموت. صحيح، حمايه البشر من يعني الموت، بالتاكيد وبالتالي امريكا مش هتقدر هتقول ويعني بين قوسين كده هيحصل جعجعات داخل اروقه السياسه هنا، لكن مش هتقدر تلوم مصر بشكل كبير انها بتدافع عن حقوقها في الحياه. فاهمني يا استاذ احمد؟ كلام هو ده حضرتك اللي انا عايز اوصله. بالتاكيد مفهوم، وان شاء الله لن يعني يقف حد امام حقنا في الحياه، واحنا قادرين على كل المستويات السياسيه وغير السياسيه ان احنا ندافع عن حقنا في الحياه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمه الامريكيه واشنطن الاستاذ ايهاب عباس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.